بسم الله الحمد لله ربنا اجعلني صبويا نجاة يا رب الأرض والسماء. وذر الذين راوا أمر راوا أمر يا ناس اللي قاعدين الكرة. أنا أعطيكم مثال مش تعرفوا الكرة زي مشي الإنسان الحقيقي. من جملة ما لي بريميتيف الناس اللي انتم تقولوا بريميتيف وقت اللي بريميتيف اكثر حضاره منكم انتم بحضاره وبحضاره. على كل حال يقولوا بقليل من التنزيل وانتم تكذبوا كل التنزيل. كانوا ايش يعملوا باش يصطادوا القرد؟ مع العلم اللي ربما الطب يقول لك اللي ياكل مخ القرد ده يصاب بامراض يموت كثيره ياسر. والله اعلم انا مش مطلع على الخبر فيه، لكن بلغ لكم هذه المعلومه قد تكون صحيحه قد تكون انا خارج فكره الحق. المبيد كانوا يجنيوا من الكوكو وفروا جنة بطنية وبعد يفتحوا فتحة معناها يجب يدخل قرد في اليد ولا كمطلي كمل الحاجة اللي ماشي يبيعوا يفيدوا في التغذية مش يكذب كيما يكذب الدب بالعسل والقرد بالعسل ولا الممل ولا المجنون. وقت اللي يكبر يولي يجي يده ما يقاش روحه فيرى روحه قد ما يجبد قد ما يتألم يقوم يصيح. ها يصيح يصيح حتى يمتعوه ويدمعوه ياكلوه الكل والبعض منهم يشرب. والكيلو ده اللي حضروا على المشهد ذاك يقوم بنفس الفخ، يعني أن البشرية لا تتعد ما يصيب بعضهم من مصائب كوارث طبيعية، مصائب حربية، مصائب إفلاس عام. وأنا مجرد كما تو تونس قارنوا على لا قدر الله على إفلاس عام، وبعد إفلاس عام شكون اللي هذا يجي يدرسهم يعطيهم قتال ودخل فيهم أولى وتولي حرب داخلية كل القتل المقتول في النار. نسأل الله السلامة.